مفيش دكتورة ست هنا؟ لا في. ماشي هستناها. تعالي يا دكتورة منار. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت. انا عرفت ان بيتباع عندكم، يعني حاجه كده مستورده. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيك. فهمتي؟ لا انا اصلا ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. صيني صيني. سلام. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي. خشي برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الف الف مبروك. الله يبارك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله. ان شاء الله. الف مبروك. تسلم ايدك. الف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا اخويا. الف مبروك. الف مبروك يا زينب. جدع ربنا يبارك فيك يا مصطفى. عايزين اللي هيلتم جنبيك. ها يا رب. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا معلم. ربنا يهدي سيرتك. ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك. يلا يا جماعه متشكرين. تعالى يا رب كده جوزت الهنا. يلا اسبوعين. نجملكم في الافراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا 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 نجملكم في الافراح ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بت، ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا، تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين، يلا بنت يلا. يلا. بس خلصي الاكل كله. حاضر. حبيبه صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلي في يجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، ومينفعش أخبيها عنك. حاجتي اللي مينفعش تخبيها عني يا زينب؟ أصل أنا اصلا مش هينفع اعيش مع واحد مش قريب من ربنا. انا عايزاك تصلي يا محروس. يا ست اصلي؟ عايزاني اصوم اثنين وخميس كمان؟ عايزاك تئم بيا واصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازه دي. ان شاء الله هيكرم. ده انت وش الخير.
مين سيدة الدوق؟ انت مجنون يا محروس؟ رجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعد. انت هتسحر؟ غمض عينك. افتحي. يا لهوي، بتاع مين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوعنا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ده، ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت؟ بس كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينة؟ لا انا قلت لك لا. ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميله. اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينه؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربيه، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5-6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطه بس يا زينه. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا. بقول لك ايه؟ انا اروح اشوي لك دنيسايه. ماشي. طب والهريسه؟ الهريسه نحل بيها بعد الدنيسايه بقى. طب وبعد الهريسه؟ هي دي عايزه كلام. هنقيل شويه. نقيل؟ حاصرين على المطبخ يا وزه. يا لهوي. بس عارفه يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيره جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبه جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعه اللي لابسينهم صباح؟ لا 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 لا، حكايه بجد. الست دي بتعرف صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينة؟ انت تعبانة؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا لا، روح شوف وراك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تأمين العربية وتاني جاي. انت هتروح لمصباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. طيب محروس. خد بالك من نفسك بقى. حاضر. انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. حبيبتي الحمد لله يا رب رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محروس. أعملك معايا هريسة؟ حبيبتي يلا. شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك انت نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم.